مع المنتخب الهولندي أحرز 7 أهداف وصنع 3، إحصائية مميزة لمنفس ديباي، إيش رأيك؟ طبعا منفس ديباي لاعب ممتاز حتى على مع ناديه ليون الفرنسي، أيضا ممتاز في عمل تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف. أنا أعتقد في حال انضمامه إلى برشلونة الإسباني، هو قطع شوط كبير في المفاوضات مع برشلونة، وأعتقد انضمامه إلى برشلونة سيكون إضافة كبيرة لخط هجوم منتخب نادي برشلونة، إضافة لميسي لتعويض إخفاقات أعتقد غريزمان وديمبلي، إضافة لأجويرو راح يكون موجود، أوباتي العائد من الإصابة، فراح يسوي تحسين كبير، أعتقد راح يكون في تحسين كبير على خط المقدمة في نادي الكتالوني. يعني ممكن الموسم القادم نشوف الثلاثي الهجومي ميسي أجويرو ومنفس ديباي. ممكن منفس ديباي ميسي أجويرو، أعتقد أفضل بكثير من غريزمان وديمبلي. بالتأكيد. وإلى تغريدة أخرى حول المنتخب الإنجليزي، منتخب إنجلترا يفوز على رومانيا بهدف دون مقابل في ثاني مباريات الفريق الودية، نتائج متواضعة للمنتخب الإنجليزي في المباريات الودية، لكن حقق الفوز الخامس على التوالي بلا خسارة، شلون تشوفه؟ بالعكس المنتخب الإنجليزي تحت قيادة ساوثغيت تطورت بشكل كبير، كان غاب غوص طبعا بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018، كان غاب قوسين او ادنى من بلوغ النهائي بعد ما امام كرواتيا، بعد ما تقدم بهدف تريبر. الحارس سوبازيتش حارس كرواتيا انقذ هدفين للمهاجم كين. اعتقد المنتخب الانجليزي راح يكون له كلمه في بطوله اليورو المقبله شهر 6 ان شاء الله باذن الله. وإلى تغريدة عن المنتخب الأرجنتيني، الأرجنتين تؤكد مشاركاتها في كوبا أمريكا، لكن الفريق سيسافر إلى الأرجنتين بعد كل مباراة والعودة قبل أي مباراة بيوم واحد. رأيك بهذا القرار، وهل من المناسب اللاعبين يسافرون قبل المباراة بيوم ويردون قبل المباراة بعد المباراة بيوم؟ إرهاق بدني راح يكون، ما في شك إرهاق بدني، لكن هذه فكرة طارئة أعتقد بسبب جائحة كورونا والأوضاع اللي حدثت في البرازيل، أن في لاعبي البرازيل كان ما عندهم رغبة لإقامة البطولة في البرازيل، وكذلك في كذا من كان في تواصل مع لاعبين المنتخبات. لكن أنا أحب أتكلم عن منتخب الأرجنتين. منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني منتخب يملك منتخب قوي صراحة. أنا أعتقد أن منتخب لديه باريديس في الوسط، ديباو لاعب مطلوب في أتلتيكو مدريد لاعب أندونيزي، أيضا في أوكامبوس إشبيليا هناك طبعا ميسي، وكذلك لوتارو مارتينيز في كوريا لاعب لاتسيو، فمنتخب قوي جدا. لا ننسى غونزاليس لاعب شتوتغارت الألماني، صحيح توليفة قوية وقوية جدا، وأعتقد أن منتخب الأرجنتين ما ينقصه قليل من الحظ فقط ليتوج بالكوبا أمريكا.